موجز لأهم النبأ من قناة النبأ، أهلا بكم. أعلنت محكمة الجنايات الدولية تلقي معلومات عن وجود جرائم جديدة ارتكبها آمر المحاور التابع لميليشيات الكرامة محمود الورفلي داخل ليبيا، مؤكدة أنه ما زال طريقا. الإعلان جاء في إحاطة لمجلس الأمن اليوم الأربعاء، دعت فيه المدعي العام فاتو بنسودا قائد قوات الكرامة خليفة حفتر إلى تسليم الورفلي. من جهتها عبرت مندوبة الولايات المتحدة عن قلق بلاده من ارتكاب الورفلي جرائم جديدة بعد مذكرة توقيفه. أعلن المجلس العسكري لثوار الزنتان سيطرته الكاملة على مقر اللواء الرابع بالعزيزية إلى حدود جزيرة الدوران. وكان المجلس أوضح في منشور سابق له أن قواته استولت على آليات وأسلحة تعود لما يعرف بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا. وبحسب شهود عيان فإن اشتباكات تدور منذ صباح اليوم في منطقة الهيرة بين كتائب من ورشفانة وقوات تتبع المنطقة العسكرية الغربية التابعة للحكومة المقتدرة. قال رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة الوطنية محمد المبشر إن اجتماع المصالحة الذي خصص للأوضاع في ورشفانة خلص إلى المطالبة بتفعيل مديرية الأمن والضبط القضائي. وأضاف المبشر في تصريح للنبأ أن الاجتماع خلص أيضا إلى ضرورة تشكيل قوة تتبع وزارة الداخلية لتأمين طريق ورشفانة والمدنيين ولو لفترة زمنية محددة. ودعا المبشر في مختلف الأطراف ووسائل الإعلام إلى المساهمة في الدفع المصالحة بالمنطقة وأنحاء البلاد كافة. أفاد المتحدث باسم شورى درنا محمد المنصوري للنبأ الأربعاء بمقتل آمر كتيبة أولياء الدم التابعة لميليشيات الكرامة زيدان المنصور في اشتباكات مع مجلس شورى مجاهدي درنا بمنطقة الظهر الحمر. وقال المنصوري إن المجلس تصدى لمحاولة تقدم لميليشيات الكرامة مؤكدا استعمال الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وإيقاع خسائر في صفوف قوات الكرامة. وأضاف المتحدث باسم شورى درنا أن الطيران العمودي لميليشيات الكرامة حلق في أربع مناسبات وقصف المنطقة. ختام موجز اللقاء.